على فكرة انا تلجت وداني خلاص مش حاسس بيهم وصوابع ايديا خلاص، انا تلجت هاجري باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ النهاردة الفيديو مخصص لأهل كندا للضرائب، موسم الضرائب لعام 2022 من 1/1/2022 ل 31/12/2022. عندي ليكم ثلاث تواريخ مهمة لازم تنتبهوا ليهم. التاريخ الأول بخصوص برامج التقاعد RRSP، أنا كنت عملت فيديو عن RRSP ممكن تشوفه وتتعرف عليه أكثر، لكن آخر تاريخ للمساهمة في RRSP هو يوم 1 مارس 2023، يوم الأربعاء 1 مارس 2023، عشان تقدر تحسبها السنة اللي فاتت. إيه فائدة إن أنا بساهم في RRSP؟ بتنزل لك الدخل بمقدار القيمة اللي أنت ساهمت فيها في RRSP، بتنزل لك الدخل اللي هو عليه ضرائب. فمثلا انت لو دخلك 100,000 في السنه مثلا وساهمت في RRSP ب 10,000 هيعتبروا دخلك 90,000. طبعا لسه في حاله ثانيه بتنزل الدخل، بس يعني ده مثال بسيط وسريع. التاريخ الثاني هو 30 ابريل 2023، ده اخر موعد لتسليم الاقرار الضريبي الخاص بسنه 2022 بالنسبه للناس اللي هم مش سيلف امبلويد، مش شغلهم خاص، الناس اللي هم شغالين في شركات او ما عندهمش دخل اصلا. اما اخر موعد فهو يوم 15 يونيو 2023، فده للناس اللي هم السيلف امبلويد، ده اخر موعد ليهم لتقديم اقرارهم الضريبي للعام 2022، سواء كان هو او شركة الحياة او شريك الحياة، اي حد منهم سيلف امبلويد الاثنين ممكن يتأخروا ليوم 15 يونيو 2023. طيب انا ممكن اقدم على الاقرار الضريبي ازاي وامتى؟ انت ممكن تستخدم البرامج السوفت ويرز المعتمده من CRA، هتلاقيها في صفحه تبع CRA، يعني صفحه معتمده، هحط لك الرابط ليها في الوصف تحت. تتابع بس صفحه لغايه لما يتم الاعلان عن انه البرامج اصبحت جاهزه للاستخدام. بعضها برامج بتحملها وبعضها برامج ممكن اونلاين على حسب انت عايزه، بعضها مجاني وبعضها بفلوس على حسب اللي انت عايزه. لو مش هتقدر ممكن تروح لمحاسب ضريبي ويعمل لك اياها، لكن انا اقدر اقول انه 70-80% من الناس ممكن يستخدموا البرامج دي بدون مشاكل، وهي سريعه وواضحه وما فيهاش مشاكل. امتى؟ خلال تقريبا 2-3 أسابيع هتلاقي البرامج دي يعني بدا الاعلان عنها وبدات تنزل في الموقع الرسمي للCRA. بالتوفيق، ما تنساش انك انت تقدم اقرارك الضريبي. مين الناس اللي ممكن تقدم اقرارها الضريبي؟ طبعا ده موضوع كبير ويعني في حالات كثيرة، لكن بالتأكيد اي حد مقيم كندي او حاصل على الجنسية الكندية وعنده روابط كندية ده لازم يقدم اقراره الضريبي. الناس اللي هم عندهم work permit شغالين في كندا برضو لازم يقدموا اقرارهم الضريبي. وبعد كده في حالات بقى للinternational students والى اخره، فكل حالة مختلفة عن غيرها. المهم اذا كنت resident في كندا غالبا هيكون مطلوب منك انك انت تقدم اقرارك الضريبي. هيحصل ايه لو ما قدمش اقرار ضريبي؟ لو ليك فلوس عند CRA يعني ممكن مش هيعملوا لك حاجه، ما فيش غرامات لانك انت عايز منهم فلوس، لكن مش هتقدر تحصل على الشايلد بنفيتس، لانه الشايلد بنفيتس والجي اس تي والاتش اس تي كلها عن طريق يعني مرتبطه بالاقرار الضريبي، فمش هتقدر تحصل عليهم لان انت مش هتكون قدمت للسنه الجديده بما انك انت ما قدمتش للضرائب. وأما إذا كان عليك فلوس للحكومة الكندية أو للسي آر إيه يعني، فأنت مطلوب أنك أنت طبعا تقدم في المواعيد اللي احنا قلنا عليها. أي تأخير هيعرضك للغرامة وممكن للمخالفة، فناخد بالنا. طب النيو كامر لسه جايين كندا يعملوا ايه؟ اللي هم يعني وصلوا في نص السنه اللي فاتت او في اخر السنه اللي فاتت وما عندوش دخل، هل هو لازم يقدم مش لازم يقدم؟ انا بفضل دايما انك انت تقدم عشان تحتسب ليك اقرار ضريبي بالنسبه في مشوارك للجنسيه الكنديه. قدم حتى لو كان ليك يوم واحد في كندا، مش هتخسر حاجه. وطبعا انت بتقدم للنيو كامرز بيقدموا يعني اقرار عن دخلهم بدايه من اليوم اللي هم دخلوا فيه كندا واصبحت لهم روابط كنديه. ما قبل ذلك الدخل اللي كان فيه مش مطلوب الاقرار عنه. على فكرة انا تلجت وداني خلاص مش حاسس بيهم وصوابع ايديا خلاص، فالناس اللي بتسأل انت ازاي بتقدر تعمل كده صعب الحكاية، لكنه شوف بقالي كان بسجل تقريبا 15 دقائق، درجة البرودة تقريبا دلوقتي 15 تحت الصفر، لكن انا تلجت هاجري باي. ما تنسوناش من الدعم، سبسكرايب شير ودعواتكم اهم حاجة. في امان الله. Thank you.
you.